تفضل. باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين، وتسيبونا كرولوس الآباء طيبين بخير بمناسبة الاحتفال بالبابا أثناسيوس الرسولي حامل إيمان. على فكرة، من محبة العالم للبابا أثناسيوس الرسولي، الجماعة في اليونان بيعتبروه أن هو تبعهم، هو يوناني مش أسكندري. فمن كتر حبهم فيه ومن كتر المكانة بتاعته اللي جاية طبعا من مكانته اللاهوتية، لأن هو اللي واضع قانون الإيمان في مجمع نيقيا، ويعتبر كان بطل الأرثوذكسية. واللي قال كلمة بطل الأرثوذكسية ديت قسطنطين الملك، تصوروا يعني الملك الإمبراطور قسطنطين هو اللي أطلق على أثناسيوس بطل الأرثوذكسية. فهو شخصية بالفعل، خاصة من خلال ما تركه من الكتابة بقى وشرحه للإيمان الأرثوذكسي. ده العظمة هنا بقى، يعني العظمة بانت فيه في المناقشات اللي دارت بينه وبين أريوس في مجمع نيقيا، وأيضا العظمة بانت أكتر لما كتب الإيمان وتفصيله، لدرجة إن الآباء يا أحبائي بيقولوا إن هو اللي نحت الإيمان الأرثوذكسي، نحته يعني بينه وفهمه لينا، وكتب بنوده وشرحه. الحقيقة احنا بخصوص برضو البابا أثناسيوس، يعني هكلمكم بنعمة ربنا عن مفهوم هو شرحه للناس وأكده وفسره. ايه هو المفهوم ده؟ هو تعبير، تعبير يعني كلمتين ورا بعض كده، ان الانسان خلق على صورة الله. حكاية صورة الله هنتكلم فيها، ونعرف ان البابا أثناسيوس اتكلم فيها بخصوص ايه. هو الحقيقة اتكلم فيها يعني بخصوص لما الإنسان فقد هذه الصورة. إيه هي الصورة دي؟ صورة الله يعني إيه؟ يعني صورة الله، هو الحقيقة الأمر ده جاي من وقت ما إن ربنا خلق الإنسان. فربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله. يقول لك ايه في الاصحاح الاول من سفر التكوين؟ يقول لك فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكر وانثى خلقهم. شوفوا بقى من حكمة الوحي الالهي، يعني الرجال والسيدات والستات، يعني الجنسين، يعني هو ده الانسان، يعني اتخلقوا من الاثنين على صورة الله ومثاله. البابا أثناسيوس الرسولي بيقول ايه؟ لأنه صالح في ذاته، يعني ربنا صالح طبعا، كلي الصلاح والخير، فقد جعل للإنسان نصيبا في صورته الذاتي. يعني شوفوا من محبة ربنا وصلاحه إن جعل الإنسان على صورته الذاتية. كلمة الذاتية دي برضو تخلينا نعرف إن إزاي يعني على صورة ربنا. يعني هل ربنا زي كده يعني راس وإيدين وجسم ورجلين؟ لا، صورته الذاتية، الذات اللي جوه، الذات اللي جوه ديت فيها إيه؟ صلاح ومحبة
وخير وغفران وتسامح وسلام وحب. هي دي ذات الله، طبيعته. بعيد عن جوهره طبعا، جوهره ده أزلي أبدي، ضابط الكل، خالق كل الأشياء، سرمدي، عيناه تخترقان أستار الظلام. ده الجوهر الإلهي، ملناش دعوة بيه ده. علشان كده لما آباء الكنيسة بعضهم والبابا أثناسيوس اتكلم عن أن الإنسان يجب أن يؤله، يعني إيه يؤله؟ يعني ياخد الصفات الطبيعية لله. التعبير بقى اللي احنا دايما بنتجادل فيه، تأليه الإنسان يعني إيه؟ البابا شنو ده حكاه لنا، قال لنا يعني الإنسان ياخد من طبيعة الله وليس من جوهره. طبيعة الله إيه؟ حب، سلام، تضحية، غفران، خير، محبة. هي دي طبيعة الله، يعني ما فيهوش شر. فيجب أن احنا نكون زيه، يعني إيه؟ نتحد به. نتحد إيه؟ به. لما احنا نبقى متحدين معاه يبقى احنا متحدين معاه في طبيعته، الخير، المحبة، السلام، الغفران، التسامح، السلام، التضحية. هتبالكوا ازاي؟ وديت احنا بقى اتخلقنا على صورته، علشان كده الانسان جواه برضو الخير، جواه المحبة، جواه السلام، جواه الصلاح، الروح القدس جواه، يبقى بيثمر فيه محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، تعفف، صلاح. لأن ربنا خلقنا على إيه؟ صورته. إيه هي الصورة؟ تبقى ذات الله في الطبيعة بس مش في الجوهر. أنت مش زي ربنا، يعني هل تقدر تخلق بني آدم؟ لا. هل تقدر تبقى ضابط الكون والكل؟ لا طبعا. هل أنت أزلي؟ لا، أنا مخلوق في سنة كذا كذا ويوم كذا، مش كده برضه؟ طب إيه رأيكم بقى إن أنا هقول لكم آيتين بيتضمنوا يعني معنى إيه إن إحنا اتخلقنا على صورة الله؟ معناها إيه يعني؟ زي ما قلت لكم، هل معناها الشكل ده؟ لا طبعا، ده الله روح حتى، والذين يسجدون له بالروح والحق. طب هنا في سفر الحكمة 2:23 يقول إيه؟ أن الله خلق الإنسان خالدا وجعله على صورة ذاته. يبقى هنا صورة الله هي إيه؟ الذات الداخلية جوه، المحبة، الفرح، السلام، طول أنا، وداعة، تعفف. ما هو كده. طب كمان سفر الحكمة يقول كمان آية حلوة خالص، إصحاح 7:26 يقول إيه؟ بيتكلم عن الحكمة. فبيقول إيه؟ لأن الحكمة ضياء النور الأزلي ومرآة عمل الله النقية وصورة جودته. طب ما هو إحنا يا أحبائي اتخلق فينا الحكمة برضه، مش أنت راجل حكيم عندك عقل وبتفكر وتختار أمامك الموت والحياة، فاختر أيهما فتحيا زي ما تقول الآية. فأنا بختار، بفكر بحكمة. الحكمة دي اللي هي عند ربنا. يبقى إذن لما جه خلقنا على صورته، من ضمنها الحكمة، مش كده برضو يا أحبائي ولا إيه؟ يبقى احنا اتخلقنا على صورة ربنا في جزئية الحكمة دي،
لأن ربنا حكيم. إيه رأيكم أن الحكمة تنسب للثالوث القدوس، فالآب الأقنوم هو الحكيم، الابن هو الحكمة، الروح القدس هي روح الحكمة، والثلاثة هم واحد في الجوهر. طب انت يا سيدنا بتقول آب ابن روح قدس ليه ثلاثة؟ أقول لك دي أقانيم، يعني الوجهة بتاعته، الوجهة بتاعته. عرفناها ازاي؟ من هنا الكتاب المقدس، في البدء خلق ألوهيم، اتكتبت كده ألوهيم. ألوهيم دي آلهة ثلاثة يعني مجموعة. في البدء خلق الألوهيم السماء والأرض. وقال ألوهيم، قال له ما قلتش ليه وقالوا ألوهيم؟ أصل هو واحد في ثلاثة، والثالوث في الواحد، والواحد في الثالوث. الآب ابن روح قدس واحد في الجوهر. ايه هو الجوهر؟ طب انا لا لسه قايل لكم دلوقتي يا جماعه اللي هو الجوهر الالهي. زي انت جوهرك بشري، بشر، انما جسد نفس روح. بس هل احنا نفرق؟ لأ، انت لو فرقت واحد عن الثلاثه الواحد يطب ساكت يموت على طول، مظبوط؟ فالله ثلاثة أقانيم في جوهر واحد. إنما إحنا بنقول صورة الله هي إيه؟ إحنا قلنا طبيعته. معلمنا سليمان الحكيم في سفر الحكمة قال العقل أو الحكمة. علشان كده العقل بتاع ربنا اسمه الكلمة، كلمة الله، كلمة الله، عقل الله الناطق، أو نطق الله العاقل، فهو كلمة الله، لوغوس باليوناني، لوغوس. في البدء كان اللوغوس. طريق الابن كلمة الله هو الله، مش برضه ولا حاجة تاني؟ يعني مثلا أنا بكلمكم أهو، الكلام بتاعي ده بتاع مين؟ بتاعي أنا. طب من يتكلم؟ فلان. خلاص أنا والكلمة واحد. في البدء كان اللوغوس الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة مين؟ الله. ده بالعقل كده يعني، مش محتاجة تفسير، مش محتاجة إيه تفسير. فإذا الإنسان لما اتخلق يا أحبائي اتخلق على صورة الله، إنما مش هو نفسه صورة الله. أصل في فرق بين يعني فلان ده صورة الله اتقالت على المسيح الابن الذي هو صورة الله وأقنومه أو جوهره، ده لأنه هو الله نفسه. إنما أنا وإحنا والبشر كلنا على صورة الله، يعني على مثاله، يعني زيه، على مثاله. ده أمر مهم جدا. فهنا معلمنا البابا أثناسيوس الرسولي بيتكلم عن الجزئية ديت، قال بما إن إحنا على صورة الله فمش ممكن الله يسيبنا في حال لما إحنا غلطنا ووقعنا وخالفنا وسقطنا بالخطية لأبوينا آدم وحواء. هتقولوا مثلا طب أنا مالي ومال آدم وحواء؟ هقول لك لا، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول إن كل الناس اتخلقوا من دم واحد، فطبعا الدم ده هو اللي في كل الناس متلوث، مش مظبوط كده يا جماعة؟ لما واحد مثلا يكون عنده فيروس وخلف ولد، الولد هيورث الايه؟ الفيروس ده هو، لأن الوريث من دمه، مظبوط؟
احنا كلنا من آدم، يبقى ورثنا كل ما اللي في دم آدم. ايه دم آدم؟ او آدم ورث ايه؟ ورث الموت، ورث فساد طبيعته، ما بقاش على صورة الله، تشوهت يعني، ورث الخطية بقى والقتل والزنا والفسق والسرقة وكل الخطايا، بقى ميال ليها. البابا أثناسيوس بيقول مش معقول إن ربنا يخلق الإنسان على الصورة البهية بتاعته وبعدين يسيبه، كان ممكن ما يخلقوش وخلاص، لكن لأن هو خلقه والإنسان بحريته سقط. طيب مين حيفديه؟ يقول لك لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي، يؤتمن على الفداء والخلاص زي ما بنسمع في القداس يعني. طب ومين اللي يقدر يصالح ربنا؟ ده ربنا منزه وأعظم من أي مخلوق آخر، يبقى هو نفسه اللي يصالحنا عليه بقى، هو نفسه اللي يقوم بالمبادرة دي. يعني يرمم أو يصلح الصورة اللي تشوهت، يعني صورته اللي تشوهت فينا. زي مثلا ما واحد عايش تمام، ابنه يجي ابنه يعمل عملة مش كويسة، الناس كلها تشمئز منه، فهو الأب ده يقابل ابنه يقول له يا ابني انت شوهت صورتي قدام الناس كلها، تبوظت الدنيا، انا اودي وشي فين؟ الصورة يعني الوجه، اودي وشي فين من الناس؟ مش كده بيحصل؟ هكذا اللي حصل كده. ربنا لما خلق الإنسان قال كان هذا حسن جدا، لأن خلق يعني بارة بالعبري معناها صنع بجمال وإبداع، فالإنسان كان حسن جدا لأنه يتمتع بالعقل والتفكير والحرية والإرادة والسلطة، إنسان عظيم. شوفوا دلوقتي الإنسان وصل لإيه، ده قدر إن هو يعمل يصنع مركبة اسمها برسفيرانس، نزلت على فين؟ على المريخ. يعني إحنا لما بنضحك مع بعض ونلاقي واحد مش فاهم حاجة نقول له أنت جاي من المريخ ولا إيه؟ يعني مفيش خالص دماغ المريخ، لأنه بعيد جدا. يعني المركبة دي سافرت 8 شهور عشان توصل هناك، 8 شهور مسافرة كده ماشي. ايه ده؟ الانسان قدر يحط المركبة دي وتنزل تصور كل المريخ ويطلع منها طيارة صغيرة، والطيارة دي تصور كل سطح المريخ وتجيلنا الصور على الارض هنا. العقل والحكمة، شايفين حكمة الانسان؟ يقول لك وكان هذا حسن جدا. فهل ربنا يترك الإنسان يموت ويفنى بالسقوط اللي هو عمله لنفسه؟ لا طبعا. حكاية سورة الله دي معلمنا بولس الرسول اتكلم عنها في كورنثوس الثانية وكلوسي، يقول ايه؟ مجد المسيح الذي هو صورة الله، ده بقى منفرد، ده هو نفس الله، إنما إحنا على يعني شبيهين يعني على صورة الله. وبيقول عن المسيح كمان إن هو صورة الله غير المنظورة. يعني ربنا يسوع المسيح يا جماعة لما أخذ جسد من العذراء مريم وتأنس، يعني أخذ الطبيعة البشرية، أخذ صورة عبد صائرة مثل الناس، ده بيدينا صورة الله غير
المنصورة، بس من ناحية مش من ناحية الناسوت، لكن من ناحية لاهوته. يعني هو صورة الله اللي احنا مش شايفينه اللي احنا شفناه في ايه؟ تجلى على الجبل وصارت ثيابه بيضاء أكثر من الثلج، لا يستطيع قصار في العالم أن يبيض بمثلها. مجد لاهوت. خلت معلمنا بطرس ويعقوب ويوحنا هوب ينقلبوا كده، ليه؟ مش محتملين مجد اللاهوت، يعني حاجة جامدة قوي. وشفنا لاهوته في إقامة الموتى، سيطرته على الطبيعة، انتهار الشيطان والشياطين، يقول لك ولم يدعهم ينطقون، عمل لهم كده يعني اسكتوا خلاص، لم يدعهم ينطقون، ايه السلطان ده؟ حتى في تعليمه كان يعلم كمن له سلطان، اصل الله يتكلم هنا بقى. ما هو الله اللي تكلم في العهد القديم هو اللي بيتكلم في العهد الجديد، مظبوط كده؟ فهو صورة الله نفسه غير المنظورة. ليه؟ لأن الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد اللي هو المسيح، يعني الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، يعني ظهر يعني قدام عينينا. عشان كده في واحد جه سألني سؤال، قال لي إزاي ترسموا صورة السيد المسيح الإله؟ أقول له لأن أنا شفته، الذي شاهدناه والذي رأيناه ولمسته أيدينا. مش معلمنا بولس الرسول بيقول كده؟ شفناه لمسته رأيناه بعينينا، والتلاميذ شافوه لمسوه، ده الناس نفسها لمست المسيح. بيقول له فكان يضع عليهم فيشفون مثلا يعني. طيب هو دلوقتي معلمنا القديس أثناسيوس الرسولي اتشغل بحكاية ايه؟ ان بما ان الانسان على صورة الله ومثاله، فاذا لا يمكن ان الله يترك الانسان للفناء وللموت الابدي ولعدم الخلود وللفساد خالص، يضيع وكأنه لم يعمل حاجة. طب ما هو في علم الله السابق ليه سمح بكده؟ ده حتى معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن الفداء والخلاص، مسميه قصد النعمة، يقول لك وكان في الأزمنة الأزلية، يعني الله هيخلص الإنسان، الفكر ده في سابق علمه. لأن الله إيه؟ ما عندوش زمن، يعني من الأول للوسط للآخر مرسوم قدام ربنا، لأن الله ما عندوش زمن، كل حاجة قدام عين. فهو عارف أن هيخلق الإنسان والطبيعة والكون والسماوات والملائكة والإنسان هيسقط، ما هو ده كل ده قدام عين. أنت عندك الزمن، إنما ربنا ما عندوش زمن، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. إنما أنت عندك أمسا حصل إيه؟ كذا كذا، واليوم لحظة بلحظة، يعني الحاضرة يعني. إنما مثلا الساعة 12 بالليل إحنا عارفين هيحصل إيه؟ مش عارفين حاجة. المستقبل ما يعرفوش الإنسان. فأنت عندك زمن، إنما الله فوق الزمن، ليس عنده زمن. طيب هنا شوفوا بقى البابا أثناسيوس بيقول إن إحنا لما فقدنا الصورة الإلهية دي، أو إن إحنا فقدنا صورتنا على الله، زي مثل ربنا رسم صورة اللي هي الإنسان يعني، وبعدين الصورة دي اتشوهت اتجرحت، الشمس كلتها، ما تعرفش التراب جه عليها، واحد خبط فيها كسرها، باظت شوهت، هو اللي رسمها، فمين أفضل واحد يصلحها؟
اللي هو رسمها، ولا نجيب واحد غريب يديها وش لكيه ويبوظها؟ مش كده برضه؟ يعني في بعض الكنائس كان عندهم أيقونات أثرية رائعة جدا وتشوهت، فجابوا واحد غريب يصلحها. فيعمل ايه؟ بدل ما يتبع الخطوات العلمية السليمة، لا ده هو مثلا لقى اللون ده أخضر، راح شاري علبة لاكيه خضرة وراح عامل عليه أخضر. طيب التوب ده أحمر، راح اشتري علبة لاكيه حمرة، ها زيت يعني لاكيه زيت أحمر، وراح مديها بالفرشة، باظت خالص. فين الصورة الأصلية؟ مش موجودة أساسا، ما باظت. إنما نجيب صاحب الصورة اللي هو عاملها أو المتخصص جدا اللي هو فاهمها، هو اللي يقدر إيه يرممها كويس ويرجعها زي الأول. فكان بقى مين اللي يقدر يرجع الإنسان إلى صورته الأولى؟ هو ربنا نفسه، لأنه هو اللي خلقه وهو اللي صنعه وهو اللي صوره قبل أن تكون في البطن. قد صورتك يعني، فكان لابد أن الله نفسه هو اللي يصحح ويرمم ويعيد الصورة إلى مكانتها الأولى. فهنا ده فكر بقى البابا أثناسيوس، قال لك وده لازم إن الله يتجسد ويموت من أجلنا ويفدينا ويقوم بين الأموات. طب إيه الفكرة يعني؟ قال لك كان لازم ياخد جسد بشري لأن إحنا بشر، مظبوط كده؟ فإحنا لما نموت مع المسيح يبقى الطبيعة البشرية، الموت اللي جوانا، الرب يسوع يموته، يعني يميت الموت فينا. طب السيد المسيح قام بجسد بشريته، يبقى إحنا نقوم معاه كمان، يبقى لنا إمكانية أن الموت ينتهي فينا بموته على الصليب، ونقوم معاه بقيامته، لأن هو واخد طبيعتنا، هو اتحد مع طبيعتنا، تجسد وتأنس كمان، مش أخد جسد وخلاص، لا ده خد الطبيعة نيتشر بتاعة البشر. فجسده ونسوته ده مات على الصليب، أصبح ذبيحة، أصبح كفارة. يبقى إحنا كمان متنا معاه في حال لو قبلنا الإيمان به. من آمن واعتمد خلص، بس كده. يقول لك بالإيمان أنتم مخلصون، يبقى الإيمان مهم بيه علشان ناخد الموت فيه والقيامة أيضا فيه، بكده نلنا الفداء والخلاص. فالبابا أثناسيوس الرسولي فكر التفكير ده علشان يدافع عن شخص ربنا يسوع الفادي والمخلص، والذي اتحد بالجسد وأخذ الطبيعة البشرية بسبب، يعني مش أي حاجة كده، لا دي بسبب. وفي سر عظيم، يقول لك عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد البشري، الطبيعة البشرية، عشان يفدينا ويخلصنا. طيب بيقول ايه؟ ان فقدان الصورة، يعني فقدان البهاء بتاع صورة الله فينا وتشويه الصورة بالسقوط بتاعنا ووراثتنا للموت ولفساد الطبيعة وللخطية، شوه الصورة، لأن احنا مخلوقين على صورة الله مش صورة حد تاني. فالصورة باظت، تشوهت، لابد يجي صاحبها يصلحها. فبيقول بقى ايه؟ هو بقى يتكلم عن النتائج في تشويه الصورة دي. فبيقول لما فقدنا صورة الله جلبت لينا غياب المعرفة، بقينا جهلة، بقينا جهلة، المعرفة والحكمة ضاعت مننا.
لأننا بقينا للحيوانات أكتر من للبشر يعني. طب ما ده صح، تعالوا شوفوا أهل لوط كانوا أهل بتاع ده سدوم وعمورة كانوا بيعملوا إيه، تعالوا شوفوا قبل الطوفان كان الناس بتعمل إيه، تعالوا شوفوا الإنسان بيعمل إيه، يقتل أخوه، يقتل البشر. ده ربنا قال لداود النبي أنت مش هتبني البيت بتاعي، قالوا ليه؟ قال له علشان يدك ملقانة بالدماء. نظام يعني تكون انت دخلت حروب وقتلت وبتاع وتيجي تبني الهيكل بتاعي، ده ابنك سليمان هو اللي هيبنيه. انا بقول لكم كده مش عشان ننقص من قدر داود، لكن حكم الله، لان الله صلاح وخير وحب وسلام وفرح وتواضع ووداع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. تعلمه. فالمعرفة، فالتشويه الصورة دي اتغيبت المعرفة وبقى في جهل، انتقام ووحشية وقتل وخطايا وحشة والجدعنة تظهر في الخطايا ديت. يعني لما إنسان يعمل الخطايا في العالم كأنه جدع وتمام التمام، يعني لما يطلع بلطجي وأحلى بلطجي في العالم يقول لك شايف الجدعانة، ده بلطجي جامد قوي، هو بيعمل ايه؟ بيخرب الدنيا. ده كلام برضه ما ينفعش. المعرفة ضاعت بقى الجهل، الجهل بمعرفة الله وأحكامه وصاياه، ففي جهل لدرجة أن البابا أثناسيوس بيذكر الآيات اللي جت في أفسس 2 وكورنثوس 5، بيقول إن كان، بيقول لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسان جديد بقى، يعني بدل الجهل وكده يخلقه من تاني جديد بخلقة جديدة زي ما قبل السقوط. خدوا بالكم، كل من قبل الإيمان بفداء المسيح وخلاصه رجع إلى الصورة التي كانت ما قبل السقوط، يعني عدنا للفردوس مرة تانية، لأن احنا قبلنا إيه؟ قبلنا فداء، آمنا به. طيب كمان بيقول البابا أثناسيوس إن احنا لما فقدنا الصورة بتاعتنا بتاعت ربنا جلبنا الموت على دماغنا، الموت دخل فينا، الموت عن الله يعني، لا في فردوس ولا في ملكوت السماوات ولا حاجة، خلاص الموت ركبنا. ولذلك ما فيش ولا كلمة لفردوس النعيم في العهد القديم بعد ما ذكرت في الإصحاح الثاني، وقفل على كده لأن ما عادش الإنسان يدخل أبدا فردوس النعيم إلا لما المسيح بقى، يعني ربنا يتجسد ويجي، تلاقي كلمة فردوس النعيم في العهد الجديد كتير كتير، ما فيش مشكلة. فالبابا أثناسيوس بيقول علينا يعني جه الموت، زي ما بنتصلي في القداس البسيلي بيقول، بنقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، ما احنا حطينا نفسنا تحت وصايا إبليس. الحية القديمة قالت لنا أنت حتصير مثل الله تعرفان، أتاري مش معرفة ولا حاجة، ده جهل، تعرفان الخير والشر. ولن تموت، يعني مش هتموت، أتاري الموت ركبنا بعد كده. فهنا في رومية 5 معلمنا بولس الرسول يقول إيه؟ بإنسان واحد دخل الموت اللي هو آدم يعني، وبإنسان واحد الله الذي ظهر في الجسد بقى دخلت الحياة، دخلت الحياة. فهنا معلمنا القديس أثناسيوس الرسول بيقول إيه بقى في المقالة 6 من كتاب تجسد الكلمة، بيقول كان من غير اللائق أن يتحرك الله، أن يترك الله الإنسان يفنى ويموت، لأنه شريك معه في الصورة. يعني احنا شركاء ربنا في الصورة، معقول هيسيبنا؟ مش ممكن، مش ممكن. طيب بيقول كمان ان احنا لما فقدنا الصورة ديت الإلهية
جه الفساد في طبيعتنا، طبيعتنا بقت مش كويسة، نفكر نقتل، نفكر نخطئ، نفكر نعمل الشر، طبيعة باظت. يعني الجميع زاغوا وفسدوا، وأعوزهم مجد الله. هنا يعني شوفوا الآية في رمية 8 بيقول إيه؟ أن داود، متأسف، في أعمال 13 بيقول إيه؟ أن داود نفسه رأى فساد، يعني فسد بالخطايا. بيقول أن الخليقة ستعتق من عبودية الفساد بفداء المسيح لينا. بيقول كمان في كورنثوس الأولى 15 لابد أن يلبس عدم الفساد، يعني لابد أن تتجدد طبيعتنا ويخرج الفساد مننا بالفداء. فالموت لابد أن ينتهي، فقد ابتلع إلى الحياة، يعني تحل الحياة بدل الموت. كل ده ليه؟ لأننا في حال فقدنا للصورة الإلهية دخلت فساد الطبيعة. بيقول كمان أن يعني تشوه الصورة بتاعتنا ليه على صورة الله جعلت فيه انفصال بيننا وبين ربنا. فالبعد ده، الفجوة اللي حصلت، احتاج لها ايه؟ وسيط او شفيع. فكان مين الشفيع الكفاري؟ المسيح. الوسيط الكفاري مين؟ المسيح. ازاي يعني؟ بقى هو ذبيحة، بقى هو كفارة. فكان عيد الكفارة في العهد القديم إشارة، اللي هو كابورية، إشارة إلى أن المسيح هيكون كفارة، يعني يغطي على خطايانا، يغطي إيه؟ على خطايانا. ولذلك في رمية 8 يقول الذي مات قام وعن يمين الله يشفع فينا، يعني قدم خلاص وفداء. فيقول علشان أنا خلصتكم وفديتكم يبقى أنتوا تستحقوا الرجوع للفردوس مرة تاني. ومعلمنا بولس الرسول في عبرانيين 8 بيتكلم على أن المسيح هو وسيط العهد الجديد ووسيط العهد الأعظم وأيضا الشفيع عننا. طيب احنا كمان البابا أثناسيوس بيقول لما احنا فقدنا الصورة الإلهية الجميلة ديت أفقدتنا الجمال بتاعنا، الجمال بتاعنا، لأن كلمة خلق يعني بارا معناها خلق بحسن وإبداع وجمال، وكان هذا حسن جدا. طب الجمال ده ضاع خلاص، زي مثلا ايه؟ ما الأب يكون جميل الصورة كده، الأب يعني جميل الصورة، عينه خضرة ومعرفش ايه وايه وايه، ماشي، خلف ولد في نفس الجمال ده، جميل جدا، بركة كبيرة يعني. انما الولد ده هو ما سمعش الوصايا بتاعت ابوه، تاخد بالك من البوتاجاز، تاخد بالك من النار، ما تمدش ايدك على الحلة السخنة دي، ما تبصش من البلكونة جامد قوي، ما تعلقش نفسك الا تقع. كل الوصايا دي راح الولد الجميل ده على صورة أبوه جميلة ما سمعش كلام، فبقى يغلط هنا، يقع هنا، يتلسع هنا، ما عرفش يحصل له ايه، جرح غرزتين هنا بتاع، فتشوهت الصورة. الجمال راح فين؟ الأب جميل والولد ملعب كده يعني، فيش يعني في شيء من الجمال بتاع أبوه القديم بس مش باين، متشوه، خياطة هنا وجرح حرق هنا وخط هنا ومعرفش حصل له ايه. هكذا ده حصل معانا احنا على الجمال ده كله، جمال الله اتشوه بالخطيه، من حيث ان احنا سلمنا نفسنا للحيه القديمه. فهنا الجمال ده لما تشوه زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول في رسالته، بيقول لان الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره
وفنى جمال منظره. أو إحنا كده شمس التجارب بتاعت الشيطان لفحتنا، الزهر بتاعنا الجميل الجمال وقع، الجمال بتاعنا ضاع. فكان لابد أن الله بذاته يعيد لنا الجمال بتاعنا اللي على صورته ومثاله. البابا أثناسيوس كمان يا أحبائي بيقول إن إحنا لما فقدنا الصورة، صورة الإلهية أو صورة الله، فجلبت علينا العبودية والأسر وبقينا في السجن. حتى معلمنا بطرس الرسول لما اتكلم عن قيامة المسيح قال أن المسيح نزل إلى أقسام الأرض السفلى إلى السجن، وكسر متاريس النحاس، وأطلق اللي كانوا منتظرين فداء المسيح إلى الحرية وإلى ملكوت السماوات. فالصورة بتاعتنا اللي فقدناها خلتنا مسجونين تحت أسر الشيطان. البابا أثناسيوس يقول في المقالة 13 من تجسد الكلمة يقول إيه؟ لأن الإنسان صار كالحيوانات غير العاقلة، أي ملك لا يمكن أن يسمح لأحد أن يستعبد مواطنيه. يعني ربنا الملك اللي خلقنا وإحنا أولاده وتابعه، لما لقى الشيطان كده قشنا وخدنا كلنا على بعض، فقرر ان ايه يخلصنا برجوعنا للصوره الالهيه بتاعته، لانه الملك علينا. ولذلك السيد المسيح امر تلاميذه ان يذهبوا لجميع الامم ويكرزوا بملكوت الله. يعني انا جاي علشان اخدكم مره تاني، يبقى انا الملك مره تاني ورجعكم ليا مره تاني. معلمنا بولس الرسول يقول في رومية 6: وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيد بقى للبر اللي هو المسيح الملك. ومرة يقول عبيد لله، ومرة يقول أحرار في البر، ومرة يقول عبيد للقداسة. بعد ما كنا عبيد للشيطان، فالملكنا المسيح ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. الصلوة اللي هي علمها لنا السيد المسيح: أبانا الذي، متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. بأبونا بالتبني ليتقدس اسمك، ليأتي، يعني احنا موافقين، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، خلينا أنقياء طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وبالتالي القديس البابا أثناسيوس الرسولي حب يعرفنا أبعاد فقدان الصورة الإلهية للإنسان، وما استدعي لذلك أن يتجسد الله الكلمة من أجلنا، ويتألم من أجلنا، ويموت من أجلنا، ويقوم من بين الأموات من أجلنا، ويصعد إلى أعلى السماوات من أجلنا، ويجلس عن يمين العظمة لكي ما يبرهن على أنه أعاد لنا الصورة البهية الإلهية، ومستنينا بقى في السماء. تعالوا إلي يا مباركي أبي، رسوا الملك الذي هو معد لكم منذ إنشاء العالم. اللي فقد منكم أنا رجعته لكم تاني. ربنا يبارك حياتكم، ربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.